دكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة. السلام عليكم. القطاع الصحي كله منهار؟ اه صحيح. الخدمة الطبية في المستشفيات سيئة جدا، ده صحيح. في عدم التزام وبعض الإهمال في بعض المستشفيات من بعض الأطباء، ده صحيح. في عندنا نقص في سرير العناية المركزة ونقص في سرير الحضانات، وعلشانها بيموتوا العشرات من المصريين كل يوم. في نقص في الصيانة، عندنا أجهزة كتيرة معطلة في المستشفيات وما بتتصلحش لأن مفيش ميزانية صيانة. عندنا ضعف شديد في ميزانية الصحة بوجه عام. عندنا انهيار في البنية التحتية لمعظم المستشفيات. عندنا مشاكل كتير جدا جدا في القطاع الصحي، واحدة منهم هي إهمال الأطباء، صحيح، واحدة من عشرة. لما ألغي كل التسع حاجات التانيين المهمين جدا وأمسك في حاجة واحدة بس، هو الدكتور موجود ولا لأ؟ هو لابس بلطو ولا لأ؟ هو حاطط كارت التعريف ولا لأ؟ يبقى في الحقيقة إحنا كده بندفن راسنا في الرمل، لأن إحنا مش عايزين نحسن منظومة صحية، وإحنا بنستعدي المجتمع ضد الأطباء، وبنعمل حملة إعلامية ممنهجة ومنظمة. ده شيء واضح في هذه الأيام، في حملة إعلامية واضحة علشان توضح للمجتمع إن كل أسباب انهيار المنظومة الصحية في مصر هو بسبب إن الدكتور بيزوغ من المستشفى. في دكتور بيزوغ؟ آه فيه، وإحنا ضد كده تماما ومش ممكن نوافق على كده أبدا. ولما بتجيلنا شكوى زي كده بنحيل هذا الطبيب إلى لجنة آداب المهنة. لكن ان احنا نقول ان كل المشاكل اللي فاتت، طيب الدكتور موجود يعمل ايه بقى ومفيش سرير عنايه مركزه؟ يعالج العيان ازاي؟ هيعمل ايه وما عندوش خيط؟ وبيقول العيان اشتري الدواء من بره واشتري المستلزمات من بره وادفع فلوس العمليه الجراحيه يا اما مش هتخش المستشفى. هي دي لوائح اللي منزلها وزاره الصحه ومنزلها الحكومه. وزاره الصحه والحكومه بتعمل خصخصه في القطاع الصحي، في مستشفيات امانه المراكز الطبيه المتخصصه على رأسها معهد ناصر، في مستشفيات المؤسسة العلاجية على رأسها مستشفى دار الشفاء. دي مستشفيات العلاج فيها بفلوس. طب حلو قوي لما الحكومة دلوقتي بتقول إنها قلبها على العيان الغلبان وعشان كده عايزين نقطع رقبة الدكتور. طب حلو، العيان الغلبان ده هتدخلوه بفلوس ليه؟ ما تدخلوه ببلاش، ما تعالجوه ببلاش يا جماعة. وإحنا أول ناس من سنين وبنقول عايزين نعالج المرضى دول ببلاش والوزاره بترفض. لا معلش، هو كده الوزاره ماشيه في سكه خطا تماما، الحكومه ماشيه في سكه غلط تماما. حاجه من اتنين، يا اما هم مش فاهمين الامر على حقيقته، هو طبعا ده كلام مش معقول، هم فاهمين الامر كويس. لكن هو اللي يريح الدنيا كلها ان انا اقول للناس يا جماعه انا لو جبت الدكاتره الساعه 7 الصبح كل مشاكل المنظومه الصحيه هتتحل. طيب ننزل نسأل العيانين هما مشاكلهم ايه في المستشفيات. انا لو سألت اي عيان المستشفى عجبك هيقول لي لا. طب ايه اللي مش عجبك؟ هيقول لي اني جيت الساعه 7 الصبح ما لقيتش دكتور في العياده الخارجيه. لا مش هيقول الجمله دي في الحقيقه. ممكن يقول جيت في الطوارئ ما لقيتش دكتور، ممكن يقول جيت ما لقيتش مستلزمات وما لقيتش ادويه وما لقيتش علاج وما لقيتش عنايه ولقيت الحمام زي الزفت، ممكن. طيب الساده المسؤولين اللي بيلفوا على المستشفيات حد فيهم سال عن نقص المستلزمات الطبيه؟ لا. حد لف على الاجهزه الطبيه اللي في المستشفى عشان يشوفها شغاله ولا لا؟ ما حصلش. حد لف على يحاول يزود عدد اسيره العنايه المركزه والحضانات؟ ما حصلش. انا بدعو حد فيهم كمان ان هو نشوف بقى الناحيه الادميه بتاعت حقوق الاطباء. حد فيهم يتفضل يزور سكن الاطباء اللي موجود في المستشفى ويتغدى مع الدكاتره جوه سكن الاطباء عشان يشوف اذا كان هيقدر يقعد ولا هيهرب جري من المستشفى لانه مش طايق المنظر. يا جماعه حقوق الاطباء لا تتجزا عن حقوق المرضى، لا تتجزا عن تحسين المنظومه الصحيه. لما احاول افصل بين الاثنين واقول لا ده حق المريض يبقى انا بدور عليه وحق الطبيب ما بدورش عليه، يبقى انا كده مش عايز احسن المنظومه لانها منظومه متكامله.
انا ما ينفعش اجيب عامل واقول له ادهن لي الاوضه دي كلها وما اديلوش بويه يدهن بيها، واطفي عليه النور واقول له هتشتغل من غير نور، وما اديلوش فرشه علشان يدهن بيها، وفي الاخر اقول له هديك 3 جنيه اجر. الكلام ده يبقى احنا بنضحك على نفسنا. طيب ايه المطلوب من وزاره الصحه؟ مطلوب من الحكومه اقرار سريع للموازنه لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي اعتبارا من 1/7، وضع خطه سريعه لاصلاح واعاده هيكله المنظومه الصحيه كلها. في عندنا اطباء عظام واباطره في تنظيم الرعايه الصحيه، يقعدوا ويعملوا لنا اعاده هيكله للمنظومه الصحيه كلها وتبقى ذات جدول زمني طبقا للاولويات. المنظومه منهاره من 30 سنه، ده صحيح، مش هنصلحها في سنه ولا اتنين، هنصلح من 50 60 سنه زي ما يكون المنظومه منهاره. طب هنصلحها في قد ايه؟ ممكن في 5 سنين، في 6 سنين، في 7 سنين. نحط جدول زمني، اول سنه هعمل فيه 10%، ثاني سنه 5%، ثالث سنه 20%، وهكذا، بحيث بعد كده بقى يبدا المرور على المستشفيات. ليه؟ علشان اتابع خطه التنفيذ، اشوف الخطه بتاع تطوير القطاع الصحي بتتنفذ ولا لا، الاطباء ملتزمين بتنفيذها ولا لا، الادارات ملتزمه بتنفيذها ولا لا، علشان يبقى ان انا بدور فعلا على تصليح وتحسين المنظومة الصحية. لكن بالشكل ده في الحقيقة المسألة مش مقبولة على الإطلاق. نرجو من وزارة الصحة إنها تعيد دراسة جميع القرارات السابقة. نرجو من السيد رئيس الجمهورية سرعة إقرار تعديلات قانون 14 علشان ندي للأطباء والفريق الطبي جزء صغير جدا من حقوقهم المهضومة، وبندعو الأطباء إلى بذل المزيد والمزيد من الجهد. إحنا محتاجين جهد زيادة، صحيح، محتاجين نبذل أقصى مجهود عندنا علشان نحاول نرتفع بوطننا كله من أجل صحة المواطن المصري. وشكرا لحضرتك.